طيب إذا ما كانت الأسلحة النووية هي آلية ردع وتخويف الآخرين، لكن هذا اليوم الوجود الأمريكي المكثف العسكري في الدول الأوروبية سيد محمد، ماذا سيقدم لأوكرانيا التي قد أصبح جزء كبير منها تحت سلطة روسيا؟ أنت تعلم اليوم الدونباس يقترب من الحسم العسكري، أيضا الساحل الأوكراني بالمعنى أيضا بالمنطق، يعني ما يعني غاية وجود هذا الدعم العسكري إلى الدول الأوروبية وأوكرانيا قد أصبحت بيد روسيا؟ يعني الخطأ كان منذ البداية، الخطأ هو من الأوكرانيين الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم ولم يدخلوا في حلف الناتو ليستطيعوا الحصول على دعم من حلف الناتو. ولكن بنفس الوقت أنا قلت من على هذه المحطة وفي برنامجك منذ البداية أنهم سيحولون هذه الحرب إلى حرب استنزاف، يورطون بوتين فيها وسيبقى هناك الجميع، يعني هناك أنا أسميهم جماعة بوتين أو عرب بوتين الذين كانوا يطبلون لبوتين وأنه سيحتل بخمس دقائق أو أسبوع أو أسبوعين، ولكنه فشل وفشلا ذريعا هذا في دولة مثل أوكرانيا يعني غير مسلحة. ذكرت الخطأ يقع على عاتق أوكرانيا، لكن هناك من يتحدث بأن أمريكا هي من راوغت وأيضا كذبت على الجانب الأوكراني في مسألة انضمام لحلف الناتو أو حتى الاتحاد الأوروبي. لا أبدا، هناك شروط لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، يجب أن يعني أن تكون مستوفات كاملة قبل أن يستطيعوا الدخول. طيب. وهذا الذي حدث، هم لم يكونوا جاهزين. تذكر أنه حتى يعني حتى مرحلة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا التي كانت ما قبل الذي كان قبل الرئيس زيلنسكي، كان رجل روسيا موجود على الأرض هناك، وكان يعني حصل على الانتخابات بتزوير وبدعم روسي. فلذلك لم يكن للناتو أو المجموعة الأوروبية لإدخال عميل للاستخبارات الروسية في حلف الناتو. أما الآن فتغيرت الأمور وما زالت الحرب في أوكرانيا حرب استنزاف، وستستنزف الرئيس بوتين، وكشفت ورقة روسيا أنها من الممكن أن تكون قادرة على مسح العالم نوويا، ولكن يعني بحرب تقليدية فهم غير قادرون على حتى ابقى معي يا سيد عوز لو سمحت سأعود إليك.